ما البيدارة عاد بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم باقي تشوفوني اليوم another day another vlog، يومياتي مذكراتي، شوفوها كيف ما بغيتوا تشوفوها. المهم كل نهار غادي نبقى نبارطاجي معكم داكشي اللي كندير. حاول انني ما نغبرش بزاف على يوتيوب، حيتاش صراحه فاش كندخل ديك المنطقه ديال الراحه نقدر شهر شهرين ما نبوستي حتى فيديو. المهم عندي بزاف ما يدار. اول حاجه خاصني نقاد داكشي اللي جبت معايا، وخاصني نقاد هذوك الماعن اللي غسلت البارح، زائد خاصني نشر الحوايج حيتاش الماكينه خرجت البارح ولا زادوا نهار غادي، راكم عارفين. اول حاجه غادي نحلو الشرجم. الايامات هادو حاقر عليا الذباب بزاف، الدبان الدبان الدبان، ما عرفتش واش من كيجي. وزعما ماشي انا اللي ما كنسيقش يوميا، يوميا خاصني نسيق، ماشي مشكل. جبت الخل باش نبقى نطهره، بحكم انه انا ما بقيتش كناكل السكر، قلتها لكم في داك الفيديو، فما بقيتش كناكل ابدا برا. وحتى الى تشهيت الخبز كنقاد الخبز في الدار ويكون كومبلي. بزاف ديال الفتيات سالوني من خديت الطابليه ديالي، المهم راه خديتها من شيئين. المهم هذا النوع ديال الطابليات كنت كنشوفهم بزاف عند هذوك البنات الكوريات اللي كيديروا كوفي شوب. عندك شك انك احلى واغلى امرأة في الدنيا. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بما انه دابا سوف انتهز الفرصه، وانه الحياه والله الا زوينه والواحد يحمد الله، حيتاش بزاف ديال الحوايج، ماشي بزاف ديال الحوايج، ولكن انا نقول لك انتي دابا كتعيش، ولا انتي دابا كتعيشي حياه الاحلام ديال شي واحد اخر. لذلك ديما نحمد الله، الحمد لله على هادشي اللي عطانا، ونرضاو بهادشي اللي عطانا باش يعطينا الله. باش كنقرب كتزاد الاضاءه، كنبعد كتبعد الاضاءه. المهم انا هو الحلم ديالي هو انه تكون عندي كوفي شوب، وحيت انا البلاصه اللي فيها ما يمكنش انه زعما النساء لايك مي والفتيات يمشوا لاي قهوه كاينه هنايا، حيتاش القهوه مستحكره فقط مستحكره. مهم فهمتوني من جهه الرجال، داكشي علاش غادي ندير كوفي شوب وغادي تكون في الغوز، وكاع البنات اللي غادي يكونوا خدامين معايا غادي يكونوا عندهم طابليات زوينين، غيكونوا كيوت، غيكون داكشي رائع. مهم احلام العصر، ولكن حتى حاجه ما بعيده، حتى حاجه ما بعيده عند الله. ما علينا، اول حاجه هو غادي نطيب الاسلام البيض. لا قلت لكم اول حاجه خاصكم تشدوا معايا الخاطر، قلت لكم اول حاجه هو انه غادي نحيد الاواني اللي كاينين هنايا، عاد باش غادي نعجن، عاد باش غادي نطيب الاسلام البيض. يوم ماما عندكش بزاف ديال الوقت على التلفاز، غتبقاي تفرجي. واحد الملاحظه لاحظتها، بما انه ديما انايا كندخل لديك المرحله ديال كنقطع السكر، غير كتفوت السيمانه الاولى كيكون ضرني راسي وما حامله حتى حاجه، من بعد ما كيبقاش يجيني الجوع. دابا تقريبا شي 12 باقي ما فيهش الجوع، ما كنحسش بالجوع. يلا كنوجد الفطور ديالي على خاطري، فاش كتاكلي البروتين، انا عطيكم واحد عطيكم الخلاصه ديال داكشي اللي كيبقاو يقولوا لكم باش انكم تنقصوا الوزن ديالكم. اشنو خاصكم ديروا، شنو ما خاصكمش ديروا؟ ما خاصكمش تاكلوا البروتين مع الكاربس، يعني الا بغيتوا تاكلوا البيض تاكلوه بوحدو بلا خبز. ما خاصكمش تاكلوا الدهنيات مع الكاربس، خاصكم بحال دابا الا بغيتوا تاكلوا الخبز تقدروا تاكلوه مع الخضره، اما الا بغيتوا تاكلوا اللحم تقدروا تاكلوه مع الخضره، ما تقدروش تاكلوا اللحم مع الخبز ولا دجاج الخبز. افضل نصيحه اللي كتخليني بالضربه انني نقص الوزن هي انه نفطر بشي حاجه مالحه ومن بعد على السويت. وتاخذ لك حضني دافي، خاصني شي لعيبه فاش نبقى نعلق الخاتم ديالي. دابا علقته هنا
his love. كنعجن في هاد الزلافة حيتاش كنسى ناخد قصرية، ما عنديش قصرية. او ماي جاد، غتعيروليش في الكومنتارات. ما عنديش قصرية، كنت كنعرف الكسكسو كانت غادي تكون عندي القصرية. مشيت كنتفرج مسلسل بحال ما خاصني حتى خير. او ماي جاد. اخيرا ساليت، ولكن شوفوا هاد الروينه كي دايره، ولكن هاني ماشي مشكل. اللي غادي يسولوني انا راني ما كنطيبش الخبز كامل، فهمتوا؟ يعني كنطيبو غير نص طيبه حيتاش كنحطو في الفريك، وحيتاش ما يمكنش هادشي كامل. هاد الخبيزات كاملين راه خاصهم يدونا اسبوعا. المهم غادي نجمع هاد العجب كامل، ومن بعد خاصني نطوي الحوايج ونرجع لكم. عرفتو خرجت باش نمشي ندي لهاديك البنية الكوموند ديالها باش توصلها ان شاء الله. عرفتو على واحد الحرارة كاينة، تبارك الله ما شاء الله كاينة الحرارة. انا جاية في الطريق وانا ندوز على الدروكري، مي ندوز على الدروكري بان لي سطولة تاع الصباغة، ومني بان لي سطولة تاع الصباغة قررت انني نصبغ. انا دابا قررت، باقي ما فكرتش. انا كنقرر عاد باش كنفكر، لا كنقرر وكنبدا ندير عاد باش كيطيح عليا التفكير عاد باش كنوحل. ولكن هاد المره ان شاء الله ما غاديش نوحل، نهضر لكم على واحد التجربه ديالي لواحد النمط ديال الحياه اللي رائع، سلو لايف، يعني كلشي كديريه ببطء، حتى حاجه ما غادي تهرب. اللي ديالك ديالك، اللي ماشي ديالك ماشي ديالك، صافي. كناكل بشويه عليا، كنفيق بشويه عليا، ما كنهزش تليفوني فاش كنفيق، كنخليه شحال عاد باش كنهزو. اصبحت واحد الانسانه اللي مهتمه بكل ديتاي في حياتها، مهتمه بالجسد ديالي، بالاكل ديالي، وليت باغا نبغي راسي بزاف، وليت كنتهلا في راسي، وليت ما كنسبق حتى واحد على راسي، انا هي الاولى. حيتاش ما يمكنش انني نبقى نعطي 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 نعطي، وفي الاخر غنبقى ندور نقول انا ما عطيتش راسي، زعما داكشي ما غاديش يكون كيما داك الهرم، ما غاديش يكون هو هذاك. ف
فهمتوا كيفاش؟ نديها في راسي، ناكل مزيان، نبغي راسي، نلبس مزيان، كانت عندي الكانه ندير داكشي اللي بغيت نديرو، ما كانت عندي الكانه ما نديرش داكشي اللي ما بغيتش نديرو. حتى واحد ما يقدر يفرص عليا انني ندير شي حاجه انا ما باغاهاش. ما نفرصيش على راسي انني يكونوا عندي صحاب وخايبين ولا كيأديوني في نفسيتي غير باش ما نسمى انا ماشي بوحدي. بالعكس، شي حاجه تكون بوحدك، تخرج بوحدك، تدخل بوحدك، تمشي لشي بلاصه غير تقهوى بوحدك، تمشي تاخد راسك شي بلونت بوحدك، تمشي مع راسك، تمشى مع راسك بوحدك، شي حاجه اللي واو، راه شي حاجه اللي زوينه. ما عرفتش علاش الناس كيبقاو يتخشاو في دوك التجمعات وهما يا كيظلموا فيهم وكيطراو لهم غير الاشياء الخايبه فيهم. ما تظلموش راسكم، ما تظلموش راسكم وتبقاو تبززوا على راسكم شي حوايج غير باش ما تسموش انكم نتوما واحدين. Good morning everyone. إنه اليوم الثاني سيداتي سادتي، وأول حاجة درتها من بعد الصلاة هي مشيت كنقاد لكم لي كوموند ديالكم بكل حب، وشكرا بزاف على الثقة ديالكم حيتاش كدوزو من عندي لي كوموند، والله إلا شرف لي زعما شي حاجة اللي زوينة. وبهذه المناسبة يا فتيات بغيت نقول لكم واحد الحاجة، ما تخافوش وما تعكزوش وما تأجلوش. اللي عندها شي ايدي ديال شي بروجي بغا ديرو توكل على الله وديرو، راه حتى حاجة مبعيدة عند الله، وزعما ماشي مشكل الا الواحد فشل وعاود حاول. الفشل الحقيقي كيجيني انا هو الواحد يبقى جالس ما كيدير حتى حاجه وكيتمنى صافي. انتي اختي كنتي كتصايبي على راسك، كنتي حادقة. شوفي بلاتي بلاتي شوفي شوفي اكتب يا احمر. واو واو مهم. على قبل لا كوموند هادي زعما انفينسي كالفات اللي كنت باغا خديتها، غير هو ليكرون لا، حيتاش انا ما كنديرش ليكرون ثانتي، ما عرفتش كيفاش تغلط ودوزتها ليكرون ثانتي. دابا غادي نهضر مع الناس اللي كناخد عندهم نورمالمون ياك، وغادي نشوف واش يقدروا يرجعوها ليا كروتور ولا شي حاجه، حيتاش ما يمكنش نستخدم هذه. ام سو سيد، ولكن ماشي مشكل، فيها خير. انه وقت الغداء، بما انني ما فطرتش قررت انني ندير غدا وفطور مع بعضياتهم. دابا شي الوحدة ونص تقريبا وما فيه، ولكن ملي غادي يجيني الجوع ما غاديش، غادي خاص الماكلة تكون واجدة. غادي نقاد الروز باللحمة، طماطم وبصل وفلفل في هذه الوصفة، والروز بطبيعة الحال. Thank you.
مسعفك اسلام الصوت. Mmm. Mmm. Mmm.